السلام عليكم. كاملين بغينا نعرفوا الفرق ما بين الحجر الصحي وحالات الطوارئ الصحيه. شنو الفرق اللي بيناتهم؟ واش حالات الطوارئ الصحيه ولا الحجر الصحي؟ الوغ حالات الطوارئ الصحيه مثلا غنبقاو نديرو كمامات، غيبقى ديك التباعد الاجتماعي بيناتنا وما غادي يكونوش ديك التجمعات بزاف. ولكن الحاجه اللي مزيانه في حالات الطوارئ الصحيه اننا ممكن نخرجوا بلا ورقه، يعني بحال بغيتي تقول ان الحجر الصحي كيتم التخفيف ديالو شويه، اما داكشي الروتيني اللي كنا كنعملو راه خصو يبقى يدار. مثلا ديك التباعد الاجتماعي، ضروري تعمل كمامه، داكشي كامل ديك الروتين كامل اللي كنا كنعملو في الحجر الصحي غيبقى يتعمل في حالة الطوارئ الصحية. مثلا تطوان ما فيهاش الاصابات بزاف ممكن يخرج. مثلا نقولوا طنجة كانوا فيها الاصابات بزاف، يعني هادو تطبق عليهم قانون ديال الحجر الصحي، يعني هذا القانون هذا ما غيكونش مطبق على كلشي، غيكون مطبق على واحد الفئة معينة اللي ظهر فيها هذا الوباء هذا وعلى حسب نسبة المصابين. مثلا نقولوا هنايا دار بيضاء اذا كانوا فيها الاصابات طاعين بزاف بحال اللي قلتكم قبيله هذه غتطبق عليها الحجر الصحي. مثلا نقولوا هنايا حسيمة ما بانت فيها حتى شي حالة، هادو يمكن لهم يخرجوا شني بواحد الطريقة اللي قانونيه واللي غتحمينا كاملين وغيكون فيها واحد النوع ديال التباعد الاجتماعي. يعني بحال الا بغينا نقولوا بان هذا التخفيف هذا غادي يكون واحد التخفيف تدريجي. وبالنسبه للبنادم اللي مشى غلط وسحب له بان الحجر الصحي هو اللي زادو فيه، راه الحجر الصحي ما زادوش فيه، زادو في حاله الطوارئ. وحاله الطوارئ كيف ما شرحت لكم قبيلتي هي التخفيف من الحجر الصحي، يعني نقدروا نخرجوا بلا ورقه وشني غيكون واحد النوع ديال التباعد، يعني غادي تكون هي حاله الطوارئ الصحيه. غنبقاو دايما نعملو الكمامة باحترام مسافة الأمان، يعني ديك التجمعات بزاف، داك الرياضات اللي فيهم تجمعات بزاف مثلا فحال الكرة فحال الباسكيت، أي رياضة فيها تجمعات بزاف راه بطبيعة الحال غادي تكون ممنوعة، يعني حتى شي واحد ما يقدر يحبسك تخرج، حتى شي واحد ما يقول لك أرى الورقة ديال الخروج ولا التصريح ديال الخروج، يعني هاد الحرية فين كتحد إذا ما احترمتيش داك الشروط اللي موصى بها من طرف وزارة الصحة. يعني بزاف بنادم كيسقسي شنو واقع، واش غادي يمنعونا من الخروج، واش غايزيدونا 15 يوم أخرى، غايزيدونا شهر، واش غنبقاو جالسين في الدار عاود غادي يمنعونا الخروج. ولا كانت القضيه مازال مرونه في شي مدينه راه ممكن يتحولوا من حاله الطوارئ من الحجر الصحي، يعني غير في ديك المدينه اللي يبانوا فيها الحالات بزاف. دابا حتى شي واحد ما يقول لك دخل دارك ولا شي واحد غادي يحبسك ما تخرجش، غنتعاملوا بكامل الحريه، وانما خصنا نحترموا داكشي اللي كنا كنعملوا الحجر الصحي، خصنا نبقاو فيه كيف ما هو. بحال اللي قلت لكم بنادم يرد بالو لراسو يبقى نفس الامر الوقائي اللي كان كيدير في الحجر الصحي يبقى بها ويبقى تباعد اجتماعي بيناتكم. السلام ما تسلمش على صاحبك، القهوي ما تجلسوش فيهم، خذوا امبورتي ديالكم وخليوا ديك التباعد اللي بيناتكم من اجل السلامه ديالنا وديالكم ومن اجل اي واحد. بحال اللي قلت لكم هذا التخفيف ديال الحجر الصحي اللي من وسطو كاين حاله الطوارئ. وشنو هو ديك التخفيف؟ هما ديك الحاجات اللي كنا كنعملوا في الحجر الصحي وما نيتهم غنبقاو نعملوها في حاله الطوارئ الصحيه. مثلا دابا غيبقى ديك التباعد الاجتماعي، يعني كل واحد شد تقارو وكل واحد يبقى بوحديتو باش نبقاو كاملين بينا سالمين، وان شاء الله فاش يزول هاد الفيروس هذا عاد ديك الساعه راه ما نتلاقاو الاصدقاء ديالنا وراه ما نتعانقوا وراه ما نتبوسوا وراه ما نعملوا اي حاجه ديك الساعه. وفي التخفيف ديال الحجر الصحي مثلا دابا الا بغيتي تشوف العائله ديالك، مثلا الا بغيتي تخرج تريني، مثلا الا بغيتي تعمل شي نشاط ولكن يكون بوحديتك، اولا مثلا تعمل دوره في مدينه، غتكون عندك كامل الحريه باش تخرج، غير وكان ديك التجمعات ممنوعين وضروري احترام مسافه الامن. يعني غادي تعمل اللي بغيتي، تقدر تعمل اللي بغيتي. اذا باش ما نمشيوش غلطين بان حاله الطوارئ هي اللي تم التمديد ديالها، اللي تمددت احسن 10 في شهر 7، يعني ماشي الحجر الصحي، يعني حاله الطوارئ اللي هي التخفيف ديال الحجر الصحي، وعلى حسب كل اقليم وكل عماله، يعني هي اللي غتقرر واش تعطينا هذه المدينه الحجر الصحي ثقيل ولا خفيف. الحجر الصحي ثقيل اللي هو الحجر الصحي اللي كنا مدوزين دابا، والحجر الصحي خفيف الى حاله الطوارئ الصحيه اللي في وسط منا كاين الحجر الصحي ثقيل. وهادشي اللي كاين الخوت، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا، وكيف ما العاده ما تنساوش واحد اللايك وواحد السبسكرايب باش تشجعونا في القناه ونزيدوا نديو احسن ان شاء الله. وكان معكم زيد فري رانينغ، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.